بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خطبة البيان المنسوبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام، لعلها من أكثر الخطب انتشارا وشياعا بين الناس، حيث نجد القاصي والداني يأتي بهذه الخطبة ويقرأها أو يستدل بها أو يشرحها لعامة الناس، وتجد الذي يستمع إلى هذه الخطبة لا أقل أنه يستغرب مما فيها، بل لعله يصدم من بعض الكلمات والعبارات الموجودة في هذه الخطبة. وقد تناول السيد جعفر مرتضى العاملي قدس الله نفسه هذه الخطبة في كتاب له لعله اسمه خطبة البيان في الميزان. تناول هذه الخطبة وبين ببيان واضح شافي مستوعب أن هذه الخطبة مكذوبة على أمير المؤمنين عليه السلام، وأن صاحبها الذي وضعها ونسبها إلى أمير المؤمنين عليه السلام إنسان جاهل، بل ممن ينصب العداء لشيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وهذه الخطبة جاءت بثلاثة نصوص: نص قصير، ونص متوسط، ونص طويل. ثلاثة نصوص: قصير ومتوسط وطويل، كلها تسمى باسم واحد، وهي خطبة وهو خطبة البيان، وتنسب إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ونحن في هذا المقطع نريد أن نتناول هذه الخطبة بغض النظر عن نصوصها الثلاثة، الخطبة بشكل عام. نريد أن نتبين لماذا لا يمكن أن تكون هذه الخطبة من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، ولماذا الذي يقرأها لا يشك في أنها مكذوبة عليه صلوات الله وسلامه عليه. وقبل الدخول في بيان ذلك، لابد أن نعلم لماذا نبحث هذا البحث، ما هي الثمرة التي ننتظرها من الاطلاع على هذه الخطبة. يعني طبيعي أنه هناك خطب مكذوبة على أهل البيت عليهم السلام، هناك روايات مكذوبة على أهل البيت عليهم السلام، وعددها ليس بالقليل، فلماذا نحن نخص هذه الخطبة بالبيان والبحث ونريد أن نطلع على أنها مكذوبة؟ هدفنا من ذلك هو أمران. الأمر الأول أن هذه الخطبة لأنها تنسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ولأن الناس عندما يستمعون إليها يتصورون أنها كلام أمير المؤمنين عليه السلام، هذه تسبب وقوع الشبهات عند عامة الناس، لأنها خطبة منشورة، ومع الأسف كثير من الجهلة على مواقع التواصل الاجتماعي تراه يعتني بهذه الخطبة عناية كبيرة ويبينها ويشرحها وينقلها إلى الناس. بعد بالنتيجة عندنا أشخاص يدعون العلم ويتلبسون بلباس الدين ويأخذون الشواذ من الروايات ويعتنون بها، هذا النموذج موجود. عندما تنقل هذه الخطبة إلى الناس بعنوان أنها خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام، ويستمع إليها الناس ويجد فيها العجب العجاب من القضايا والمفاهيم التي لا يمكن قبولها، هنا سوف يحصل تشكيك إما بالمفاهيم الدينية أو بأمير المؤمنين عليه السلام. يقول هذا الإنسان الذي ليس عنده ثقافة كافية لرد الإشكالات، يقول كيف يصدر هذا من أمير المؤمنين عليه السلام؟ إما أن يشكك في أمير المؤمنين عليه السلام، أو يشكك في معارفه التي هو متيقن منها، هذا أولا. وثانيا، هذه الخطبة صارت محلا لاستغلال أعداء الدين، سواء ممن ينتحلون التشيع يدعون أنهم شيعة، أو ممن هم ضد التشيع، استغلوا هذه الخطبة
فيستدلون بها على أن أفكار الشيعة أفكار منحرفة، أو يستدلون ببعض مضامينها على أن طريق المرجعية طريق زائف وكاذب وباطل. من خلال نصوص هذه الخطبة يستدلون ويصلون إلى مآربهم الخبيثة. فنحن نريد أن نبين أن هذه الخطبة لا يمكن أن يستند إليها في أخذ المعارف الدينية لشيعة أهل البيت عليهم السلام، لأنها مكذوبة على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وهو منها بريء. إذا تبين هذا ندخل في بيان زيف وكذب هذه الخطبة، وذلك في عدة جهات. الجهة الأولى الجهة اللفظية، ألفاظ هذه الخطبة من يطلع عليها يدرك بوضوح أن صاحبها إنسان جاهل ولا يحمل شيئا من العلم أصلا، فلا يمكن أن تكون من كلام أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين عليه السلام لا أقل أنه إنسان بليغ فصيح، بل هو أمير البيان والفصاحة والبلاغة. لا يمكن أن تصدر هذه الألفاظ من هذا الرجل العظيم. هذا أولا. ثانيا، فيها أفكار أعداء الشيعة، وبما أنها تحمل هذه الأفكار فكيف تصدر من أمير المؤمنين عليه السلام؟ ثالثا، فيها عقائد فاسدة تصل إلى حد الغلو، بل لعله الكفر. رابعا، فيها ذكر لشخصيات عديدة لم تكن موجودة أصلا في زمان وقوع هذه الخطبة بحسب ما يقوله من نقلها. هذه جهات أربع، من خلالها نتبين أن هذه الخطبة مكذوبة على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى وهي الجهة اللفظية، فالكلام فيها طويل عريض. بإمكانكم أن ترجعوا إلى كتاب سماحة السيد قدس الله نفسه، أو أنتم ارجعوا إلى نفس الخطبة لترون فيها العجب العجاب. نحن نقتصر من ذلك على ثلاثة أمور. الأمر الأول، أن في ألفاظها عبارات لا وجود لها أصلا في لغة العرب، ونكتفي من ذلك بأمثلة. جاء فيها عجم الواثب، أو عجم الواثب حقيقة لا أدري كيف تلفظ، تاحم الكفر، ظهرت الزخارخ، عطل اللزار، هجرم السايخ. فنجد فيها كلمة عجم وتاحم والزخارخ واللزار وهجرمة. هذه الكلمات على سبيل المثال، لأنه هناك كلمات أخرى كثيرة أيضا، هذه الكلمات لا وجود لها أصلا في كلام العرب، فضلا عن أن تكون في كلام أمير البلاغة والبيان صلوات الله وسلامه عليه. هذا النحو الأول. النحو الثاني، فيها أخطاء نحوية فظيعة لا يمكن أن تصدر ممن له أدنى معرفة بالقواعد اللغة العربية. حقيقة هذه الخطبة لو نسبت لي أنا الجاهل حقيقة أخجل منها، أخجل أن تنسب لي مثل هذه الكلمات ويقال فلان الفلاني تكلم بهذا الكلام. فكيف بأمير المؤمنين عليه السلام الذي من هنا تعلم القواعد النحوية؟ كلام أمير المؤمنين عليه السلام هو دليل على صحة القواعد النحوية، فكيف تنسب له مثل هذه الأخطاء النحوية؟ نأخذ فقط سطر واحد فقط من هذه الخطبة لنتبين منه شناعة الأخطاء النحوية فيها. جاء فيها وتكثر أولاد الزنا والآباء فرحين، والآباء فرحين بما يروا من أولادهم القبيح، فلا ينهاهم ولا يرده عنهم. واضح جدا.
في هذه العبارة القصيرة أخطاء نحوية كثيرة. هسه لعله بعض المشاهدين لا يعرف في النحو، عموما النحو علم مكروه عند كثير من الناس، فلهذا نبين ما في هذه العبارة. قال: وتكثر أولاد الزنا. تكثر مؤنث، المفروض أنه يقول يكثر أولاد الزنا لأن الفاعل مذكر. والآباء فرحين، الآباء مبتدأ، فرحين خبر، المفروض أن يقول فرحون خبر هذا، والخبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. فرحين بما يروا. يروا فعل مضارع من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، بينما ماذا جاء في هذه الخطبة؟ يروا. يروا ليس مرفوعا، إما أن يكون مجزوما أو منصوبا، بينما الفعل هنا، جملة الفعل هنا جاءت صلة للموصول، وهي ما. ما موصول اسمي، ويروا هذا صلته، فالمفروض أنها تقع مرفوعة، وإذا كان الفعل مرفوعا لابد أن يكون معه النون، لأنه ماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. ثم قال: من أولادهم القبيح. المفروض أن يقول من القبيح، لأن هذه تفسير لما الموصولة، تفسير للموصول الاسمي. ثم يقول: فلا ينهاهم. من هو الذي ينهاهم؟ الآباء. الآباء لا ينهون أبناءهم، فالمفروض أن يقول فلا ينهونهم، وليس الصحيح أن يقول فلا ينهاهم، لأن فاعل ينهى هو جمع، والجمع لابد أن يؤتى معه بالواو للدلالة على جمع الذكور. وكذلك قال: ولا يرده عنهم. المفروض أن يقول ولا يردونه عنهم. وهكذا كثير من الألفاظ المذكورة في هذه الخطبة. النحو الثالث من الجهة الأولى، وهي الجهة اللفظية، أن فيها عبارات ضعيفة، بل غير صحيحة أصلا ولا مفهومة، يعني لا تستطيع أن تفهم منها شيئا، وهذا ليس بالقليل. أكتفي من ذلك بذكر بعض الأمثلة. قال، يعني المفروض هو كأنما أمير المؤمنين عليه السلام: أنا عين الشرطين، أنا عنق السبطين، أنا ميزان البطين، أنا عطارد التعطيل، أنا قوس العراك، أنا فرقد السماك، أنا مريخ الفرقان. وقال أيضا: وساهم المستحيح، ومنع الفليح، وكفكف الترويح، وخدخد البلوع. حقيقة لا أدري كيف تلفظ هذه الألفاظ. وتكلكل الهلوع، وفتفد المذعور، وندند الديجور، ودعدع الشقيق، وجرثم الأينق. لا أدري الأينق أو الأنيق، لا أدري. ونور أو نور الأفيق، ونطل الطليل، علعل العليل. يعني حقيقة أتمنى من هؤلاء الذين يقرؤون هذه الخطبة ويستدلون بها وينشرونها بين الناس أن يبينوا لي ما المراد بهذه الألفاظ، لعلي أنا بالنتيجة عندي مشكلة في فهمي لهذه الكلمات العميقة. ثم قال: وشطشط الشطاط، وشط النشاط، وهاط الهباط، ومط الفلاط. وقال أيضا: وأقحد العيص، وزاغ القبيص، وكثرم القميص، وكثكث المحيص. وقال أيضا: وخرنطم الفحيح، وكفكف اليروغ، وخدخد البلوغ، ونصف المرتوع، وتكتكت الملوع، وفتفد المروع، وقدقد الديجور، وأفرد المأثور، ونكب المأتور، وعبس العبوس، وكسكس الهموس. على تعبير السيد جعفر مرتضى العاملي قدس الله نفسه، يقول هذا هذيان. هذيان يعني الآن إذا رأيت شخصا في الشارع ويتكلم بهذه الكلمات تقول هذا في عقله شيء بالنتيجة، يعني لا يمكن أن تصدر هذه الألفاظ المنحطة من أمير البلاغة، لا يمكن. وأتمنى أنه الذي يدعي أن هذه من خطب أمير المؤمنين عليه السلام أن يأتيني بتفسيرات لهذه الكلمات العالية البلاغة.
نكتفي بهذا المقدار في هذه الجهة، حقيقة جهة متعبة ومضحكة في نفس الآن.